الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك هجمة شرسة من بعض المنظمات الدولية والسفارات، بتمول قاعدة بدها تفكك القيم المجتمع الأردني، سواء القيم الإسلامية والمسيحية والتي تربينا عليها. فأرجو من المجلس الكريم عدم التصويت والوقوف مع القيم العربية والإسلامية. هناك هجمة، هناك سفارات قاعدة بتضخ مصاري، وهيئات قاعدة دولية بتضخ مصاري، فيجب الوقوف مع القيم العربية. وشكراً لكم.